أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة. سنتعرف فيها على قصة رجل كانت حياته صعبة منذ الطفولة وحاول الانتحار في سن الشباب، فتعرض لتجربة في الاقتراب من الموت، حيث وجد نفسه في الحضور الإلهي وشعر بمحبته وعظمته وقوته، وتواصل معه فأعطاه رسالة للبشرية، كما أنه رأى الملائكة وقابل بعض الأرواح وخير بين البقاء أو العودة. يقول صاحب التجربة: مرحبا، اسمي كريس باتس وأنا من منطقة في جنوب لوس أنجلوس كاليفورنيا، وبحسب ما قالته لي جدتي وأنا في الخامسة من عمري، فقد رحل والدي وتركنا لأنه لم يكن يريد أطفالا، وبعد أن ولدتني أمي بستة أشهر لم تكن أيضا ترغب بامتلاك طفل لأنها كانت تريد إكمال مهنتها في عرض الأزياء، والتي كانت قد توقفت بسبب حملها بي، ولا أعرف إن كانت قد عانت من اكتئاب ما بعد الولادة أو شيئا من هذا القبيل، فقد قامت برمي في حاوية القمامة في الشارع وأنا في عمر الستة أشهر وذهبت. خرجت إحدى الجارات لرمي القمامة وسمعت صوت طفل يبكي، وقامت بالتقاطي وقالت: يا إلهي، أنا أعرف هذا الطفل وأعرف أمه، ما الذي يفعله هنا في القمامة؟ وهكذا أخذتني واحتفظت بي معها، واتصلت بجدتي وقالت لها: لدي حفيدك هنا معي. وهكذا اعتنت بي جدتي منذ ذلك الوقت حتى بلغت 4 سنوات، ثم أصيبت بانهيار عصبي وبقيت في المستشفى لمدة عام، وأمضيت هذه الفترة في عدة أماكن، وبعدها انتهى بي الأمر بالبقاء مع أسرة خالتي. كانوا لا يحبون أمي ويعاملونني بطريقة مروعة وبنوع من السخرية، وفي كثير من الأيام كنت أنام بلا عشاء. أرادوا إبقائي معهم لأنني كنت أحصل على مساعدة مالية شهرية، وكانوا يقولون لي: أنت لا تستحق أي شيء. وبدأت تصبح لدي أفكار انتحارية منذ أن كنت في سن 8. كانت أسرة خالتي متدينة جدا، وكنا نذهب للكنيسة كل يوم أحد وخلال الأسبوع أيضا، وكانوا يقولون أن هناك آية في الكتاب المقدس تقول ما معناه أنك عندما تحافظ على العصا فأنت تحافظ على الطفل من الفساد. ومن هذا المنطلق أخذوا الحق في ضربي في أي وقت يحلو لهم، لأنهم يعتقدون أن ذلك يعني أنهم سيذهبون إلى الجنة. كنت قد اعتدت على عد الأيام، وإذا أمضيت أسبوعا دون أن أتعرض للصياح فهذا كان يعتبر إنجازا. كما حدثت معي بعض المشاكل في المدرسة، وسألني معلمي إن كان لدي مشكلة في المنزل، وكنت خائفا جدا وقلت لا، لأني أعرف أنني إذا قلت ذلك وعدت إلى المنزل فسوف أتعرض للمزيد من الضرب. وكنت أيضا خائفا ومرعوبا جدا من الله، لأنني اعتقدت أنه لا يحبني وسوف يحرقني ويعذبني للأبد. لذلك كنت أشعر أنني ضائعا تماما ولا أملك أي شيء، وقررت أن أفعل شيئا لأرفع من شأني، لأنه لا أحد هنا سيفعل ذلك من أجلي. وكان علي أن أبدأ بتعلم الحياة بنفسي عن طريق المراقبة واكتساب الخبرة. وفي 14 من عمري تركت منزل خالتي، وكنت أنتقل بعدها من منزل إلى آخر. وعندما بلغت 15 عاما اعتبرت نفسي بالغا، وكنت أرى أنني مستعد للحياة ولا يجب أن يخبرني أحد بأي شيء. سأبقى خارج المنزل لأي وقت أريد وأعود متى أردت. وعندها بدأت في التراجع في المدرسة، وعند التخرج كنت جالسا في المدرجات لأنني لم أكن قد تخرجت. وبعد المدرسة الثانوية وجدت أصدقائي يتقدمون في حياتهم وأنا لم أكن أتقدم. كان لديهم من يساعدهم على التقدم ويدعمهم، وأنا لم يكن لدي أحد. عندما كانوا يكتسبون منازلهم أو شققهم الأولى وسياراتهم الأولى، كنت أذهب إلى مبنى المقاطعة محاولا الحصول على 200 دولار في الشهر، والمواصلات في الحافلات لم تكن مثالية.
لذلك كنت حرجا بما فيه الكفاية لأخبر الناس أنني بحاجة إلى المساعدة، وأدى ذلك الحرج إلى عودة الاكتئاب الذي عانيت منه وأنا طفل، وكان شديدا جدا. لقد جربت كل الحبوب التي استطعت أن أجربها، كنت أشرب كل يوم وشعرت بالملل من كل ذلك، لذا أردت أن أفعل شيئا آخر. وعندما أصبحت في 23 من عمري قررت بأني سأخرج من كل هذا وبدأت أخطط. وقبل ذلك بشهرين أرسلت للجميع رسائل على مواقع التواصل وقلت لهم أنني أحبهم وطلبت منهم أن يسامحوني لأنني لم أكن جيدا بشكل كاف. رأيت قطارا يمر في مساره وقلت حسنا، إنما سأفعله هو القفز أمام القطار. لذلك ذهبت إلى المحطة وعرفت توقيت كل قطار. بقيت هناك أشاهد حتى قررت أنني سأختار هذا اليوم وهذا الوقت للقفز أمام القطار، وليحدث ما يحدث فهذا لا يهم. لا يوجد شيء أسوأ من كوني هنا الآن. كنت أتجادل مع أحد أصدقائي وكان هو الوحيد الذي يعرف ما كنت أمر به، لذا عرف نوعا ما أنه كان لدي تفكير في الانتحار، فقال سحقا إنه سيذهب وسيفعلها، وتبعوني أصدقائي بالسيارة بطريقة ما. كنت على بعد حوالي 4 أمتار من مسار سكة الحديد، وعندما سمعت القطار قلت لنفسي ها هي خطتي قد بدأت. ولكن عندها جاءوا إلي ونزلت صديقتي لإنقاذي وقلت لها لقد أفسدت علي خطتي. جلست بعدها في السيارة ثم تلقيت مكالمة من والدتي وتساءلت ما هذا بحق الجحيم؟ هل هذا هو الوقت المناسب للاتصال بي الآن عندما كنت حرفيا على وشك قتل نفسي؟ لم أكن قد تحدثت مع أمي لسنين طويلة لا أعرف عددها، لذلك اعتقدت أنها اتصلت للاعتذار وأن هذا يمكنه أن يغير كل شيء، لكنها قالت لي لقد علمت من جدتك أنك كنت تبحث عني، لأنني سألتها كيف حصلت على رقمي فقالت لقد أعطتني إياه جدتك، وأنا اتصلت بك لأخبرك أنني لا أريدك وأنت لست ابني ولا تهمني ولا أريدك أن تبحث عني، وأغلقت الهاتف في وجهي. نظرت إلى هاتفي وقلت سحقا لك، لم تكوني أما لي أبدا، وأنزلت شباك السيارة وألقيت هاتفي للخارج، وكنت أعلم أنهم قاموا للتو بالالتفاف إلى اليمين وأكملوا طريقهم. نظرت إلى صديقي الذي كان يقود السيارة وتمتمت في نفسي سحقا لهذا، ثم فتحت الباب وقفزت واصطدم رأسي بالإسمنت على الطريق. سمعت صوت ارتطام رأسي بالأرض، وهنا بدأت تجربتي. أتذكر أنني كنت أفكر أن هذا مؤلما، لكني لم أكن متأكدا إن كان مؤلما بالفعل، وقلت في نفسي فقط دعوني أذهب إلى البيت. وسمعت صوتا في رأسي ظل يخبرني لم أكن لأفعل ذلك لو كنت مكانك، فاستمريت في محاولة النهوض ورفع نفسي للأعلى بكل قوتي، وكان هذا يزداد صعوبة. عرفت لاحقا أنني كنت حينها أخرج من جسدي مباشرة للأعلى، وكنت أشعر أنني واقفا، ونظرت للأسفل ورأيت جسدا ممددا هناك على الأرض. كنت قد نسيت تماما كل ما حدث وقلت هل هذا جسدي؟ لا لا، يبدو أن عقلي يعبث معي. وتساءلت كيف يمكن لهذا أن يحدث، أنا فقط أريد الذهاب إلى البيت الآن. ثم تقدمت حوالي 3 خطوات وكان كل شيء حولي يبدو بألوان مختلفة، كانت تحتشد في كل مكان وتتحرك بحركة بطيئة وكأن هناك أشياء، ولكني لم أتمكن من رؤيتها. ثم وجدت نفسي في فراغ مضيء وشعرت أنني في حضرة الوجود الإلهي. لقد كان أعظم وجود وأكبر قدر من الحب شعرت به في حياتي، كان شعورا مهيمنا في داخلي أقوى من أي شعور قوي مسيطر يمكنك أن تشعر به على الإطلاق. عرفت أنه الرب، لقد أتتني هذه المعرفة،
كان النور قويا وأصابني في قلبي مباشرة مثل ضربات البرق بشكل مستمر، وبعد كل عبارة أو تصريح، وكان لدي مجموعة من الأسئلة في رأسي، وبنفس ترتيب الأسئلة كنت أحصل على الإجابات بمجرد التفكير. كان كل حديثنا عن طريق التخاطر، وشعرت بالعاطفة في الكلمات وسمعتها في رأسي بوضوح. وعندما فكرت من أنت؟ كان الرد دعني أعرف عن نفسي، أنا الرب، نعم أنا حقيقي، والملائكة حقيقيون، وهم هدية مني، هل تريد أن تراهم؟ فقلت لا، لأنني شعرت بالرهبة، لم أكن أؤمن بالملائكة من قبل. وعندها رأيت شاشة بدأت تظهر أمامي وكأنها شريط فيديو، واستطعت رؤية امرأة تمشي على الطريق وتبدو كأنها مومسا، ورجلا يرتدي طقما ويحمل حقيبة. وبعدها رأيت ولدا على لوح تزلج، والرب كان يقول لي أنه يحبه. والذي فهمته من هذا أن الله أرادني أن أعرف أنه برغم اعتقادي أنني لست جيدا بما فيه الكفاية إلا أنني كذلك، فأنا محبوب لأن الله يحب الجميع. ورأيت أيضا مشهدا آخر لرجل يخرج من البنك غاضبا وهو يجر ابنه الصغير من رقبته، وقال لي الرب أنه لا يحب هذا، وبعدها قال لي أنه سيذهب إلى نهاية العالم ليكون الجميع معه. وأنا كنت مذهولا وقلت هل سنذهب إلى نهاية العالم حيث يمكننا أن نكون مع الله لأنه يحبنا هكذا؟ وتساءلت ما الذي يجب علي فعله عند عودتي إلى الأرض لكي لا يعتقد الناس أنني مجنون. فقال لي الرب اذهب وأخبر الجميع أنني أحبهم. لم أكن أراه، ولكنني شعرت به، وركعت على ركبتي، وعندها عانقني، وكان العناق قويا وآمنا، وكأن هناك ذراعان حقيقيتان تلتفان حولي. لم أكن أرغب في تركه، وكنت أفكر يا إلهي أنا لا أستحق أن أكون هنا، فأنا لست مثاليا، دعني أعود حتى أستطيع أن أصبح كذلك. ولكنه قال لي أنا أحبك كما أنت. فقلت لا تدعني أخرج من هذا العناق. وتساءلت هل يمكنني أن أذهب معك الآن؟ شعرت بالرعاية بشكل حقيقي ودون قيد أو شرط، ولم أكن معتادا على ذلك مطلقا، أن يعتني أحد بي وبهذه الطريقة التي ليس لدينا مثلها هنا. لم تكن كرعاية رجل برغم أن هيمنته كانت كهيمنة الرجال، ولكن عناقه كان لحد كبير أكثر حنانا من عناق المرأة، لذلك أعتقد أنه كان كالاثنين معا. وبعد ذلك وجدت نفسي أطير في الهواء، ورأيت غيمة كبيرة بشكل دائري، ربما لو كان بإمكاني عبورها كنت سأذهب إلى الجنة أو شيئا من هذا القبيل. ورأيت أيضا مجموعات من الملائكة يطيرون في كل مكان، بدوا مثل هالات ساطعة من النور، وكان ذلك واقعيا جدا. أدركت أن هناك روحين لشخصين كما لو كنت أعرفهم في حياتي، وبدوا أنهم مألوفين بالنسبة لي. كان هناك واحدا على يساري، وعندما نظرت إليه رأيت وجها، ولكنني لم أستطع تحديد ملامحه لأنه كان هناك الكثير من النور يسطع منه وكأنني أنظر إلى الشمس. وعندها نظرت إلى اليمين، وكان ما رأيته كائنا بوجه بشري بالفعل، شعره بني مجعد، ويرتدي بنطالا وقميصا وصندلا، وأكمامه مشمرة إلى مرفقيه، وقال لي لديك الكثير لتفعله للناس. وقلت ألدي بالفعل؟ فقال انظر للأسفل. فنظرت، وكان الأمر كأنني أنظر في عدسة كاميرا مكبرة إلى الأرض، ورأيت جسدي ممددا هناك، وأصدقائي الذين كنت معهم، وسيارات الإسعاف. وشعرت حينها بضرورة ملحة للعودة، وسألت الشخص الذي بجانبي
كيف أنني أتمكن من النظر على طول الطريق للأسفل وأرى جسدي وأنا في نفس الوقت هنا معكم؟ فقال لي: لأن هذا يحدث بالفعل. وعندها سألوني: هل تريد البقاء أم العودة؟ ففكرت فيما قاله الشخص الذي على يميني أن لدي الكثير لفعله للناس، لذلك قررت أنني سوف أعود. والآخر الذي كان على يساري بدا محبطا وقال لي بصوت جاد: هل أنت متأكد من أنك تريد العودة؟ لم يكن غاضبا مني، ولكنه كان مستاء مما يحدث لي في الحياة. لقد كانت هذه فرصتي لأقول: أنا خارج كل ذلك الآن ولن أعود إلى هناك مجددا. ولكن لسبب ما شعرت بتلك المسؤولية الكبيرة أو الحافز للعودة. وعندما قلت حسنا سأعود، كان ذلك في لمح البصر. واستفقت بعد ذلك بحوالي 3 أيام وأنا في وحدة العناية المركزة، وقالوا أنني نزفت كثيرا ولم يكن لدي نبض. وأتذكر أنهم كانوا ينادونني بالمعجزة وقالوا: لقد اعتقدنا أنك مت ولن تعود أبدا. وخرجت من المستشفى بعد أسبوع وأنا على كرسي متحرك، لم يكن بإمكاني المشي أو الكلام، ونظرت إلى الجبال والسماء الصافية والشمس والأفق، وكان كل شيء في منتهى الكمال، ولكنه بدا مختلفا تماما. فقد علمت أن هناك شيئا بعد الحياة رائعا جدا، وأن الله يحبنا ويعتني بنا ولا يحاكمنا بالطريقة التي كنت أظنها سابقا. وعندها عرفت الله الحقيقي، وأنا لم أعد أخاف الموت أبدا بعد تلك التجربة، لأنني أتذكر دائما الحب الذي شعرت به عندما غادرت جسدي. لقد تغيرت بالكامل، وعرفت حينها أنه لابد لي من اكتشاف الحقيقة. وبدأت أبحث كل أنواع البحث على جوجل، كالحقيقة عن الأديان والحقيقة عن الكتاب المقدس. أردت أن أقرأ كل الكتب وأعرف كل شيء وأقارنه بما رأيته، محاولا الوصول إلى الحقيقة. وغيرت نظرتي للموت وللحياة، حتى أنني غيرت وظيفتي من العمل في مركز تجاري إلى العمل مع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنني أشعر أنهم بطريقة ما قريبين من الله أكثر من العديد من الناس. فهم برغم أنهم لا يحصلون على المهارات الحياتية التي يحصل عليها بقية الأطفال، إلا أنهم من الناحية الروحية متصلين جدا، لذلك أردت أن أكون حولهم. إن الانتحار موجود، والكثير من الناس لم يتعرضوا لتلك التجربة التي عشتها، والتي لو لم أكن قد عشتها لكنت الآن روحا ضائعة هناك. ولكنني محظوظ لأنني عدت لأخبر الناس أن الله يحبهم. وهناك شيء أود قوله، وهو أنك إذا كنت قادرا على تغيير أفكارك فستكون قادرا على تغيير حياتك. غير ما تشعر به تجاه نفسك وشاهد ما الذي سيحدث بعدها. أعتقد أن الهدف من الحياة هو أن نعيش التجارب لنرتقي بأرواحنا ولنتعلم من أخطائنا، ثم نتقدم للأمام لأهدافنا في رحلة الروح التالية. انتهت التجربة. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة.